السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب معتصم الشريف من دفعة 019 كلية طب الأسنان. مبدئيا خلينا نراجع المواضيع اللي حكينا عنها بالفيديو الماضي عشان نقدر إن ندخل في المواضيع الجاي بأريحية أكثر. مبدئيا بأول الشابتر حكينا إنه المي هي الإشي الوحيد، water is the only common substance، المادة الوحيدة اللي بتكون موجودة في الطبيعة بالثلاث أشكال الطبيعية للمادة اللي هم السائل والصلب والغازي، وضربنا أمثلة عليها اللي هي مثلا الذهب، صعب إن نلاقي ذهب غاز، صعب إن نلاقي كحول صلب وهكذا. وبعدين احنا حكينا هون انه بسبب التغير المناخي فانه نسبة اللي هو الـ climate change، نسبة الـ آيس للووتر، نسبة الجليد للمي عم تتغير، وهاي الأشياء هذا عملية الذوبان هاي بتؤدي إلى ذوبان الجليد، مما بيؤدي إن في كثير كائنات زي الجوليموتس إنه يتأثر بشكل سلبي، أما في كائنات اللي هم الفايتوبلانكتونز اللي بتأثروا بشكل إيجابي. ومبدئيا بعد هيك حكينا هون عن الروابط بين جزيئات المي اللي هي البولار كوفيلنت بوند اللي هي بتربط بين الأكسجين بالهيدروجين، وبتربط العفو بتربط البولار كوفيلنت بوندينج اللي هي بتربط جزيئات المي في بعض وبتربط داخل جزيء المي الواحد. واحنا هون بنحكي انه ليش هي بولار كوفيلنت بوند، لانه الالكترونات عادة بتكون اقرب للاكسجين من الهيدروجين، فهذا بخليه مركب قطبي اللي هو بولار موليكيول. وحكينا انه عندنا هون مثلا، خلينا نوضحها على الصورة، انه احنا عندنا بجزيء المية الواحد في عندنا partially positive areas و partially negative areas. ال partially positive area هم ثنتين موجودة كل واحدة منهم على الهيدروجينات، يعني كل هيدروجين لها واحدة، أما الأكسجين فإله ثنتين اللي هم partial negative areas. هدول ال partial negative areas بخلوهم ترتبط بالمناطق الموجبة لجزيء مي ثاني اللي هم بيكونوا على الهيدروجينات. ورقم اثنين اللي هو هذا الاشي بعطي الجزيء المي القدرة انه يرتبط باربع جزيئات مي ثانية عن طريق هاي المناطق، بيرتبط مع اثنين من منطقة البارتشل نيجاتيف تبعته بمنطقة البارتشل بوزيتيف تبعتهم، وبيرتبط مع اثنين ثانية بمنطقة البارتشل بوزيتيف تبعتهم بمنطقة البارتشل نيجاتيف تبعتهم. واحنا هنا برضو حكينا انه هاي الروابط في الحالة السائلة بالليكويد فورم بتكون 1/20 من قوة الكوفلنت بوند الطبيعية، عشان هيك بتضلها تتكون تنكسر ترجع تتكون وهكذا. وبعد هيك هون حكينا عن ثلاث مصطلحات مهمة اللي هم الكوهيجن والادهيجن والسيرفس تنشن. طبعا مبدئيا نسينا نحكي انه هدول الاشياء بتبعوا للاربع خصائص اللي بتميز المي عن غيرها من المركبات، اللي هم cohesive behavior, ability to moderate temperature, expansion upon freezing, and versatility as a solvent. اللي هي cohesive behavior السلوك المتماسك, ability to moderate temperature القدرة على الحفاظ على اعتدال الحرارة, expansion upon freezing اللي هو التوسع عند التجمد, و versatility as a solvent بصفته انه هو عبارة عن حال قوي جدا او يعني مهم جدا. نقدر نحكي versatility بما معناها بتيجي تفاني نوعا ما. هسه هنا water molecules stay close to each other as a result of hydrogen bonding، من الحرف احنا انه الاشي اللي بخليهم يقرب لبعض هو الهيدروجين بوندينج. وان الكوهيجن، الكوهيجن اللي هي الظاهرة اللي بتحصل بسبب انه الروابط الهيدروجينية بتخلي التماسك في المادة نفسها قوي جدا. وطبعا احنا حكينا هون انه الكوهيجن هو الاشي اللي بيساعد على حركة، يعني هي الخاصية او الظاهرة اللي بتساعد على حركة جزيئات المي والاغذية الذائبة فيها بانها تتحرك عكس الجاذبية على طول النبات. واحنا برضو عندنا الادهيجن، الادهيجن وهي قدرة المي على انها تتماسك بالسطح اللي بتمشي عليه، والسيرفس تنشن اللي هي مدى صعوبة انه الاجسام تخترق
سطح المادة، والمية بتمتاز بأنه إلها سيلف استنشن عالي. طبعا هدول الثلاث خصائص برجع السبب الرئيسي لهم اللي هو الهيدروجين بوندينج. وهون احنا حكينا عن الووتر كوندكتنسز اللي موجودة في النباتات، وحكينا هون شبهنا عملية انه هون الادهيجن، هون الكوهيجن بين الذرات بين جزيئات المي، والادهيجن لا خلينا نحكي الووتر كوندكتنج سيلز او السيل وولز، بسبب شبهناه بسكة القطار، وهدول هم مركبات القطار مربوطين ببعض بالهيدروجين بوندينج. هون بعد هيك مبدئيا عندنا موديليشن اوف تمبريتشر اوف ووتر. احنا حكينا هون انه الووتر مودريتس اير تمبريتشر باي ابزوربينج هيت فروم اير، حكينا which is warmer and releasing stored heat in air that is cooler. هون الفكرة انه المي بتطلع بتمتص الطاقة من الهواء المحيط فيها اللي بيكون اسخن منها، وبتطلع الحرارة الكامنة فيها للهواء اللي حواليها لما يكون أقل درجة حرارة. وهذا الاشي بوصف بخلينا نقدر نوصفها انه هي عبارة عن مخزن حراري، هيت بانك، وبمعنى انه هي ممكن انها تمتص او تشع كمية كبيرة من الحرارة فقط بتغير صغير في درجة حرارتها. مبدئيا هون هذا الجزء ما شرحناه كثير منيح، انا اسف يعني، بس شحن اللابتوب باغتني المره الماضيه، بس today I'm all packed up يعني المفروض اسلم. مبدئيا هون حكينا عن الكاينتيك انرجي اللي هي، هون كنا بنحكي عن temperature. كاينتيك انرجي احنا حكينا انه اي جسم بيتحرك بيكون له طاقه حركيه، هي طاقه الحركه. وفعليا الجزيئات والذرات لها طاقه حراريه لانها ببساطة دائما 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 بتتحرك، مش دائما باتجاه، بتكون عادة في أغلب الحالات حركتها عشوائية. وكل ما كانت الحركة تبعت الجزيء أسرع، كل ما كانت الطاقة الحركية تبعته أعلى. بعد هيك إحنا عندنا اللي هو بنوصل لتعريف الثيرمال انرجي اللي هي الطاقة الحرارية. الطاقة الحرارية اللي هي الحركة العشوائية للذرات والجزيئات. طبعا زي ما بنعرف اكيد الطاقة الحرارية مرتبطة بالحرارة، والطاقة الحرارية هي بتعبر عن معدل الطاقة الحركية، الـ average kinetic energy. مبدئيا هون في عندنا هذا في هي الـ average kinetic energy للـ molecules in the body of matter، في الجسم هي بتاخذ المعدل تبع الطاقة الحركية بغض النظر عن الحجم regardless of the volume. أما الطاقة الحرارية الثيرمال انرجي هي بتعكس التوتال، بتعكس التوتال وبهمها الحجم. وضربنا مثال عليها اللي هو خلينا نحكي دلة القهوة، the pot of coffee، والحوض السباحة. لما يكون عندنا البوت اوف كوفي درجة الحرارة تبعته عالية، بس هذا لا يعني انه الثيرمال انرجي تبعته اعلى، لانه الثيرمال انرجي تعتمد على الحجم، يعني هو اعلى درجة حرارة بس لانه الثيرمال انرجي تعتمد على الحجم. فلما يكون في عندنا سويمينج بول مسبح، بيكون درجة بتكون الطاقة الحرارية اللي فيه اعلى. وهنا حكينا انه لما يكون في عندنا جسمين الهم نفس الهم نحطهم مع بعض، بيكون في واحد منهم اسخن واحد ابرد، فبتكون الطاقة الحرارية منتقلة من الجسم الاعلى حرارة للجسم اللي اقل حرارة. وحكينا هون عن انه الثيرمال انرجي الطاقة الحرارية المنتقلة بين جسمين احنا بنسميها هيت، وحكينا انه وحدة مناسبة انه نوصف فيها الهيت اللي هي الكالوري، والكالوري اللي هو الاماونت اوف هيت اللي احنا بنحتاجه عشان نرفع درجة حرارة 1 جرام من المي بدرجة 1 سيليسيوس. وبرضه بنقدر نحكي انه هو الطاقة اللي بتم اخراجها او اشعاعها من المي عشان تنزل درجة حرارة 1 جرام بمقدار 1 سيليسيوس. فهون احنا بنحكي في عندنا الكيلو كالوري، الكيلو كالوري مدام هي هاي كانت للجرام، فهاي مدام هاي كيلو كالوري فمعناتها للكيلو جرام، فبمعنى انه هي مقدار الهيت الحرارة
اللي احنا بنحتاجها عشان نرفع درجة الحرارة او ننزل درجة الحرارة لواحد كيلو جرام من المي بمقدار 1 سلسيوس. واحدة من الوحدات الثانية اللي احنا ممكن نستخدمها اللي هي الجول، والجول طبعا بتساوي، طبعا التحويل زي ما حكينا مش موجود مش مطلوبة، بتساوي 0.239 كالوري، والواحد كالوري لما بنحوله لجول بعطينا 4.184 جولز. هسا هون ندخل مبدئيا بالووتر هاي سبيسيفيك هيت. The ability of water to stabilize temperature stems from its relatively high specific heat. هون بنحكي انه قدرة المي على انها تحافظ على اعتدال درجات الحرارة وتخليها ثابتة وستيبل، هذا بيرجع للهاي سبيسيفيك هيت تبعتها. السبيسيفيك هيت للمادة بشكل عام هي عبارة عن كمية الطاقة اللي كمية الحرارة عفوا اللي بيحتاج الجسم انه يمتصها او يخسرها عشان تغير درجة حرارتها باي 1 سلسيوس، بيشبه تعريف الكالوري صح؟ بعد هيك في عنا هون بحكي لنا، بيرجع بحكي لنا عن الكالوري، بحكي لنا الكالوري هو amount of heat that causes 1 gram of water to change its temperature by 1 celsius. Therefore, the specific heat of water is 1 calorie per gram and per degree celsius. هون بحكي لنا انه specific heat هي وحدة القياس تبعتها كالوري لكل جرام لكل سلسيوس. يعني عشان ما نخربط، احنا الكالوري هو بقيس الهيت، اما السبيسيفيك هيت احنا بنقيسها 1 كالوري لكل جرام ضرب سيليسيوس. هون مثلا في عندنا الايثيل الكحول، الايثيل الكحول حتتعرفوا عليه بالتفصيل بالاورجانيك كيمستري على الفصل الثاني. هون بحكي لنا انه الووتر لها هاي سبيسيفيك هيت مقارنه في هذا الايثيل الكحول. فهون بحكي لنا انه هو السبيسيفيك هيت تبعته 0.6 كالوري بير جرام باي كالوري. بما معناه هون انه احنا عندنا بس بنحتاج 0.6 كالوريز عشان نرفع او ننزل درجة التمبريتشر، درجة الحرارة تبعت الإيثيل الكحول لواحد جرام واحد سلسيوس. طبعا هون بحكي لنا الفائدة من الهاي سبيسيفيك هيت انه المي حتغير درجة حرارتها التمبريتشر اقل بشكل اقل من الاشياء المواد الثانية زي الكحول هاي الاشياء. هاي هون بحكي لنا مثلا مثال جديد، بحكي لنا انه the same amount of heat that would raise the temperature of 1 gram of iron much faster than it will rise the temperature of 1 gram of water. هون بحكي لنا انه نفس كمية الحرارة لما تنتقل الهيت لا او انها تخسرها الحديد حتأدي لتغير في درجة حرارتها التمبريتشر تبعتها اكثر مما راح تأدي لواحد جرام من المي. طبعا احنا هون بحكي لنا انه سبيسيفيك هيت احنا ممكن ان نفكر فيها انه هي مدى قدرة المادة او مدى جودتها انها تقاوم التغير في درجة حرارتها، اما لما هي تمتص حرارة او اما لما تشع حرارة. هون بحكي لنا انه الووتر ريزيست تشينجينج تمبريتشر، المي بتقاوم انها تغير حرارتها لما نتغير درجة حرارة، لما نتغير درجة حرارتها، بما معناه انه هي لازم تمتص او تشع كميات كثير كبيرة من الحرارة بمقارنة بالمواد الثانية عشان يصير في عندنا تغير في درجة الحرارة اما بزيادة او بنقصان. طبعا احنا هنا we can trace water high specific heat دائما نفس الخصائص اللي قبل للهيدروجين بوندينج اللي هو اللي بعطي المي خصائصها بشكل عام. هون طبعا احنا حكينا انه عشان نكسر الروابط، انتوا برايكم شو راح نحتاج؟ حنحتاج ان نمتص حرارة ولا ان نطلع حرارة؟ طبعا اكيد راح نحتاج ان نمتص حرارة. لما نمتص هاي الحرارة هي حتعطي القوة للمركبات. خلينا نحكي انه لما المركبات، لما الجزيئين مثلا تبعين الماء يكونوا مرتبطين مع بعض بالهيدروجين بوندينج راح يكون في طاقة. خلينا نفهمها بشكل عام، هي مش ضروري انها تكون فعليا هذا الاشي، الموضوع كثير متوسع، بس خلينا ناخده بشكل عام انه لما يكون في عندنا هيدروجين بوند بين جزيئين مي، جزيئين المي هدول هم عاملين اصلا البوندينج هذا عشان يعطيهم
طاقة تخليهم مستقرين. فلما احنا نعطيهم هاي الطاقة بنخليهم نكسر الرابطة اللي بينهم، وبنخلي كل واحد يزيد استقراره نوعا ما لحاله. وطبعا عندنا لما يصير بدنا نكون هاي الروابط بصير في عندنا طاقة زيادة، فإحنا ما بنحتاجها فبنطلعها. وهون طبعا برجع بحكي لنا للمرة الألف إنه الكالوري اوف هيت كوزس ريليتيفلي سمول تشينج ان ذا تمبرتشر اوف ووتر. بس ليش هون هاي المرة اجى او اعطانا السبب؟ لأنه اغلب هاي الهيت، اغلب هاي الحرارة احنا بنستغلها عشان خلينا نحكي انه نشوش على، يعني بكلمة disrupt معناها يا اما انه نشوش يا اما انه نعمل فيها اختلال للروابط الهيدروجينية. هذا قبل ما تصير الووتر موليكيولز عندها قادرة، عندنا الووتر موليكيولز قادرة على انها تصير تتحرك بشكل اسرع. واحنا بنعرف زي ما اخذته بالمدرسة بالاول ثانوي انه درجة الحرارة هي مش العامل الرئيسي او السبب الرئيسي بانه جزيء يتبخر من المحلول او المركب. بالعكس احنا بهمنا الطاقة الحركية، ودائما الجزيء اللي له الطاقة الحركية الاعلى هو اللي بتبخر. لازم توصل طاقة الحركية لمستوى معين بعدين بتبخر. الحرارة بتساعد هذا الموضوع، بتساعد على تسريع الجزيئات، بس هي مش العامل الرئيسي والعامل المهم بهاي الشغلة. طبعا هون بضرب لنا مثال انه لما تنزل درجة الحرارة تبعت المي كثير هيدروجين بوندينج زيادة بصير لهم تكون، مما بدي انه حرارة كبيرة تطلع للجو. وهذا اشي يعني كيف بدي احكي لكم، مش احنا كنا نحكي قبل شوي انه الجسم لما يكون درجة حرارته اعلى هو بيطلع الطاقة. فما دام احنا حكينا انه تطليع الطاقة بصير لما نكون روابط، فاحنا هون بتكون عندنا روابط زيادة فبتطلع عندنا طاقة أكثر. يعني هو ربط للفكرتين اللي قبل مش أكثر. هون بيسألنا سؤال: What is the relevance of water high specific to life on earth؟ هسا أجسام المي الكبيرة، كي بنحكي البحار والمحيطات، عندها القدرة إنها تمتص وتخزن كمية كبيرة من الحرارة اللي هي الهيت من الشمس بالداي تايم and during summer. بس مع هذا الاشي لما هي تخزن هاي الكمية it will warm up only a few degrees، لانه زي ما حكينا انه هي عبارة عن heat banks قوية، فهذا الاشي بخليها انها تقدر تمتص كميات كبيرة من الحرارة بدون ما انه ترتفع درجة حرارتها. طبعا هون بيحكي لنا طبعا هي بتخزن هاي الطاقة ليش؟ عشان بالليل وبالشتاء هاي المي بتصير تبرد بشكل تدريجي، بس بنفس الوقت لما هي تبرد بتسخن الهواء المحيط فيها. طبعا هاي الخاصية أهميتها إنها بتعمل مودريشن، بتسبب اعتدال درجات حرارة الهواء في المناطق الساحلية اللي هي الكوستال أرياز. هسا the high specific heat of water بتعمل إنها stabilization للأوشن تمبرتشر، بتعمل اعتدال او تثبيت نوعا ما لدرجة حرارة المحيطات. فهذا الاشي بيعمل بيئة جيدة ومناسبة للكائنات البحرية. وطبعا هذا الاشي ليش هي يعني هي بشكل عام بتسبب الاعتدال لدرجة حرارة سطح الارض بشكل عام، لانه هي بتغطي زي ما حكينا ثلاث ارباع سطح الارض. فمعناته انه هي حتخلي which will keep temperature fluctuations on earth and in water within limits that permit life. زي ما بتعرف انه الحرارة ممكن انها تتغير بشكل فجائي على الارض، يعني مثلا for example بالربيع سبحان الله بتكون الدنيا الصبح درجة الحرارة 35 بالليل بتصير 18 عندنا بالاردن واحنا بنعرفش كيف. فهي هون الفكرة، فانه المي بتساعد على انه هاي التغيرات المفاجئة الـ fluctuations انها ما تصير او بتقلل حدتها بشكل عام. وطبعا هون بيحكي لنا برضه هذا، خلينا نحكي هاي على على حجم الكوكب اللي هي انها تحافظ على التغيرات المفاجئة بدرجة الحرارة انها تقللها وتخليها طبيعية للكائنات. اما على مستوى الكائنات الحية داخليا خلينا نحكي، زي ما بتعرفوا انه الكائنات الحية مصنوعة بشكل عام من المي. زي ما بتعرف الإنسان من 70% بتكون من المي، فعشان هيك لما يكون بتكون من المي بكمية عالية فهذا بخليه
يقاوم أي تغير بصير في درجة الحرارة تبعته. وهسه بعد هيك احنا بندخل على الايفابوريتيف كولينج. شو هو الايفابوريتيف كولينج؟ خلينا نحكي كمثال بسيط انه انتم ما شاء الله جماعة طب الاسنان قطاعات جايبين معدلات عالية كثير بالتوجيه، فدخلتوا هاي الكلية. فخلينا نحكي انه لما اجوا عندكم بالمدرسة يقسموا جماعة او على مستوى المملكة جماعة اللي دخلوا طب الاسنان، خلينا نحكي معدلاتهم مثلا 98 وفوق. فلما دخلوا هذول الجماعة معدلهم 98 وفوق، فبما معناه انه المعدلات اللي ظلت بعدهم اقل. وهذا نفس الاشي هون، الفكرة انه وقت ما يتبخروا جزيئات المي، خلينا نحكي انه هم اللي بيكون لهم اعلى طاقة حرارية. وعادة هو مع انه مش شرط اساسي انه الاعلى طاقة حرارية وحركية بذات الوقت بيكون هو اللي عنده اعلى temperature. فلما يكون هو عنده الاعلى temperature بما معناه انه اي اشي بضل بعده بعد ما يتبخر بيكون هو اقل temperature. طبعا هنا حنيجي هاي الفقرة نوعا ما بتقدر تحكوا انه هي يعني معلومات عامة. يعني هون مثلا بحكي لنا the transformation from liquid to gas is called vaporization، عملية تحول السائل للغاز هي عملية التبخر vaporization or evaporation. وهنا طبعا برجع بذكرنا زي ما حكينا قبل شوي انه speed of molecular movement varies and the temperature is the average kinetic energy of molecules. وهنا برضو بحكي لنا زي ما كنا نحكي قبل شوي وذكرتكم بالاشياء اللي اخذتوها بالاول ثانوي، انه لما تكون درجة الحرارة قليلة دائما حتى the speedest molecules can escape into the air. هي هون بحكي لنا برضو للتوضيح هاي الفكرة انه some evaporation occurs at any temperature، بأي درجة حرارة ممكن يصير التبخر. يعني مثلا لو تركنا كاسة مي في الغرفة وتركناها لفترة طويلة، حنرجع نلاقي انه كمية المي اللي فيها وارتفاع المي عم بقل مع الوقت حتى مع انه احنا ما عم نسخنها. هسا هون طبعا هون بس هو بحكي لنا انه العلاقة مع الهيت، لما احنا نسخن هذا السائل فالافريج كانتيك انرجي بتزيد مع الوقت، اللي هي مش احنا حكينا الافريج كانتيك انرجي راح تزيد، ومش احنا حكينا انه لما تزيد هاي فحيصير التبخر اسرع. يعني الحرارة بتسرع عملية التبخر بس هي مش سببها، سببها هو حركة الجزيئات. هسا احنا قلنا هي الفيبورايزيشن او الايفابوريشن، هاي هي بالضبط معناها اللي هي مقدار الهيت، the quantity of heat that a liquid must absorb for 1 gram of it to be converted from a liquid to a gaseous state. بما معناها هون انه هي مقدار الحرارة اللي لازم يمتصها سائل مكون من 1 جرام عشان يتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. طبعا لانه لنفس السبب اللي هو الهيدروجين بوندينج اللي بيخلي الهاي سبيسيفيك هيت للووتر هاي، نفسه هو بيخلي الهاي هيت اوف فيبورايزيشن للووتر. فهنا هو بيضرب لنا مثال انه عشان نبخر 1 جرام من المي على درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 سيليسيوس، فاحنا بنحتاج حوالي 580 كالوري. اما لما بدنا نبخر الكحول او الامونيا فاحنا حنحتاج كمية اقل من الكالوريز عشان نبخرها. طبعا هون برجع بعيد لنا للمرة الالف انه هو بسبب الهيدروجين بوندينج. As the high amount of energy has a wide range of effects. هون بحكي لنا شو هو تأثير كمية الطاقة العالية اللي احنا بنحتاجها عشان نبخر المي. هسا بشكل عام on the global scale، خلينا نحكي على مستوى الأرض، هذا الاشي بيساعد انه برضو نفس الاشي بالخاصية اللي قبل، انه هذا بيساعدنا انه نحافظ على درجة حرارة سطح الأرض معتدلة. وهنا بحكي لنا انه في كمية كبيرة من الحرارة الشمسية او الطاقة الشمسية ممتصة من البحار الاستوائية راح تكون مستهلكة خلال عملية التبخر. وهنا بحكي لنا انه لما يكون الهواء الاستوائي اللي بيكون رطب عادة لانه في مي عالية،
لما يطلع باتجاه الغلاف الجوي، لما يطلع هذا الهواء باتجاه الغلاف الجوي، فهذا الاشي بخلي انه الهيت بتخليها تطلع الهيت تبعتها، بخلي يصير عندها كوندنسيشن تكاثف كوندنسس اند فورمز رين. وهيك يعني بتقدر تحكي انه هذا بشكل عام هو بورجينا دورة المياه في الطبيعة. هسا اما بالنسبة on the organism على مستوى الكائنات الحية، water high heat of vaporization، درجة الحرارة العالية اللي بحتاجها المي ليتبخر، هي السبب في خلينا نحكي شدة حروق البخار. زي ما بتعرف مثلا انه لو نحكي انه عندك مي عم تغلي فتحط ايدك فوقها، فهذا الاشي بخلي ايدك تنحرق، وهاي هي فعليا الستيم بيرنز. هاي البيرنز بتكون بسبب، مش احنا حكينا انه لما يصير عندنا تبخر بتطلع الطاقة مع البخار. فعشان هيك هاي الحرارة لما تطلع بتلامس الجلد، فتلامس الجلد فبتتكاثف عليها، فلما تتكاثف عليها هي بتكون درجة حرارتها عالية والجلد بيكون بارد. فهون بصير في عندنا تبادل الحرارة بين البخار وبين الجلد، فهذا الاشي بخلي الجلد انه يصير سخن كثير، فهذا بخليه انه ينحرق. هون طبعا بنرجع لموضوع الايفابوريتف كولينج اللي حكيناه هون، اللي هو احنا حكينا اللي هو الهوتس موليكولز اعلى الاكثر حرارة، واللي هم بيكون عندهم اعلى كاينتيك انرجي، اعلى طاقة حركية، بتبخروا. فعشان هيك بضل الباقي ابرد منه، فبمعنى انه السطح بتبخر منه اعلى الاشياء حرارة واكثرها طاقة حرارية، وبضل الباقي اعلى طاقة حركية عفوا، وبضل الباقي اللي هو اقل حرارة واقل طاقة حركية موجودة فيه. طبعا هون بحكي لنا شو فائدة الايفابوريتيف كولينج، هو بيساعدنا للحفاظ على اتزان درجات الحرارة في البحيرات والانهار. برضو بعطينا ميكانيزم او هي آلية اللي بتمنع التريستشيال اورجانيزمز، التريستشيال بمعناها الكائنات الحية بشكل عام، من انها درجة حرارتها ترتفع، يصير لها اوفر هيتينج. زي مثلا الانسان لو صار عنده اوفر هيتنج فبصير عنده مشاكل في الدماغ وهي الاشياء. يعني فمهم انه الايفابوريتيف كولينج لما تتبخر المي من على جسم الانسان انها تخليه يحافظ على جسم حرارته، درجة حرارته عفوا. مثلا هون برضو بحكي لنا شو تأثير هذا الموضوع على النباتات، لما احنا يصير في تبخر عن اوراق النباتات في الصيف، فهذا الاشي بيمنعها من انه تصير درجة حرارتها عالية جدا. وانا بحكي لنا برضو تأثيرها على الانسان، اللي هو تبخر العرق الخاص بالانسان بخفف درجة حرارة جسم الانسان، وهذا الاشي بيمنع عملية الاوفر هيتنج للانسان. او لما يكون في عندنا excess heat is generated by strenuous activity. strenuous معناها جهد شاق بشكل عام او اشي متعب. و high humidity on a hot day increases comfort because the high concentration of water vapor in the air inhibits the evaporation of sweat in the from the body. هون بحكي لنا انه الرطوبة بشكل عام لما تكون درجة حرارة عالية بمنع عملية تبخر العرق عن جسم الإنسان، فهذا الإشي بيؤدي إلى شعور بعدم الراحة. هون إحنا بنيجي ل floating of ice on water. هسا احنا بنعرف انه الووتر از ون اوف ذا فيو سبستنس ذات ار ليس دنس از سوليد ذان ليكويد، لما هي تكون في الحاله الصلبه كثلج او جليد فهي بتكون كثافتها اقل من كثافه المي. اما هذا بعكس المواد الثانيه اللي لما تبرد او خلينا نحكي تتجمد، فهذا بخليها تعمل شرينكينج، تنكمش على حالها. طبعا هذا الاشي بيرجع برضه للهيدروجين بوندينج. هسه هون في شغلة مهمة هي مش موضحة بالكتاب بشكل واضح، اللي هي بتحكي
انه لما تكون درجة الحرارة 4 سيليسيوس، عند 4 سيليسيوس بالضبط بتكون المي في اكثر حالة إلها، بتكون دنس، اكثر اعلى كثافة، اعلى كثافة للمي، بما معناه بتكون عند 4 سيليسيوس. فهون هو بيحكي لنا انه اعلى من 4 سيليسيوس المي بتكون بتتصرف زي اي سائل طبيعي. Water behaves like other liquids. expanding as it's warm and contracting as it's cool. هون بيحكي لنا انه فوق الاربعة سيليسيوس عادي، لما ترتفع درجة حرارتها بتتمدد، لما تقل درجة حرارتها بتبرد. لا شو، لما تقل درجة حرارتها بتفرد، بدنا نغطيها احنا، عفوا، لما تقل درجة حرارتها تنكمش. بعد هيك لما درجة الحرارة تصير تنزل من 4 على 0، المي بتبلش انها تتجمد، بما معناه انه مركباتها بصيروا يتقربوا، بتقربوا لبعض اكثر واكثر، مما بيؤدي لتكسر الهيدروجين بوندز. بعد هيك لما تصير درجة حرارة 0، فالمي بتصير لوكت، بتصير ثابتة بشكل واحد، اللي هو بتصير كريستالين لاتس، بتصير على شكل باللورة، خلينا نحكي. وبعد هيك لما نصير عندنا، طلع هون الهيدروجين بوندينج، هون بيحكي لنا which keeps the molecules at arm length. طلع هون كيف كلهم بصير لهم مسافة واحدة. هون المصطلح اللي عبروا عنه في الموضوع اللي هو arms length، على بعد يد، خلينا نحكي، بصيروا كلهم على بعد متساوي تقريبا، وبكون وبعطونا هذا الشكل الثابت اللي هو على شكل بلورة. وزي ما بتعرفوا هون، ما دام احنا خلص المي وصلت لأعلى درجات التماسك تبعتها، خلينا نحكي جزيئات مع بعض، فهون مش احنا حكينا انه ممكن كل جزيء مي انه يرتبط مع 4 ذرات، هون بالضبط بيكون مرتبط ب 400%. وهون بحكي لنا طبعا، هاي يعني معلومة ممكن تكون مهمة للحفظ، اللي هي لما يتكون عندنا الايس، فبتكون عندنا الووتر 10% less dense من انها تكون بالحالة السائلة، يعني الثلج هو dense اقل ب 10% من المي بالوضع الطبيعي. طبعا هون بحكي لنا شو بصير في عملية اللي هي الذوبان، لما يتحول الثلج او الجليد من الحالة الصلبة للحالة السائلة. هون بحكي لنا انه ده طبيعي، لما ترتفع درجة حرارة فوق الصفر سيليسيوس بصير في تشويش او خلل في الروابط الهيدروجينية بين الكريستالات، الكريستالز او البلورات. طبعا هنا لما 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 الكريستال تتدمر بعد ما يصير في عندنا تشويش او خلل بالهيدروجين بوندنج، فهذا بخلي الهيدروجين بوندنج، هون الهيدروجين بوندنج بتكون اقل، لانه زي ما حكينا احنا بالكريستال بيكونوا مقيدين، ما بيقدروا يعملوا روابط زي ما بدهم وكيف ما بدهم، فهو بيكون ملتزم بالاربع روابط تبعته، ما بيقدر يكسرها، ما بيقدر كل دقيقة مثلا يقعد يعمل روابط مع اكثر من اشي ويكسرهم ويرجع يكونهم. فهون هم بالوضع الطبيعي بيكونوا اقل، فهذا الاشي بيعطيهم الفرصة انهم يتقربوا لبعض الجزيئات المي، فهذا الاشي بعطيهم القدرة انهم يتحركوا بشكل اسرع ويتحركوا اقرب لبعض، وبيرجعوا لوضعهم الطبيعي زي ما كانوا بالليكويد، بتكسروا وبيعملوا ريفورمينج مرة تانية. طبعا هون بنرجع نحكي انه the ability of ice to float due to its lower density، لما لانه كثافتها اقل، فهذا الاشي حيعطيها كثافة الجليد اقل، هذا حيعطيه القدرة بانه يعمل فلوتينج او يطفو على سطح المي. فهون بحكي لنا لو انه الجليد كان اعلى كثافة من المي، فهذا الاشي حيخليه انه يتجمد تحت سطح المي، بما هذا الاشي رح يؤدي الا انه يمنع الحياة من انها تكون على سطح الارض. ليش؟ لانه لما احنا بصير عندنا الجليد تحت سطح المي، بما معناه انه هو ممكن انه يحبس الكائنات الحية تحته، ممكن انه يمنعها توصل للغذاء تبعها، ممكن انه يخلي درجة الحرارة باردة جدا تحت سطح المي، وهذا الشيء يمنعها من انها تعيش. فهنا احنا بيجينا اللي هو شو هي نعمة انه يكون الايس فلوتينج، بما معناه انه هو لما يكون الايس فلوتينج هذا بيمنع الليكويد ووتر بلو انها يصير لها فريزنج، وهذا الشيء بيخلي
انه الحياة انها تكون موجودة تحت الفروزن سيرفس، يعني لما المي تتجمد على السطح الحياة تحتها بتضلها طبيعية، الأسماك عايشة حياتها بشكل طبيعي وبتقدر إنها تصطاد غذائها بشكل طبيعي وما بيأثر عليها أي إشي. وزي كأنه بنقدر نحكي إنه الجليد اللي بتكون على سطح المي هو اللي بيساعد يعني زي كأنه بيعمل باكينج أو بيعمل تغليف للمي عشان يحافظ على حياة الكائنات الحية جواتها. طبعا طبعا هون بحكينا انه في العلماء خايفين انه يكون في عندنا الاجسام الحية، الاجسام المائية، عفوا مش الاجسام المائية، اللي هو خلينا نحكي الكوم الثلجية وهاي الاشياء، من انها تختفي نتيجة للجلوبال وورمينج او التغير المناخي. طبعا هو سبب التغير المناخي زي ما معروف للجميع انه بيكون سبب الكربون ديوكسيد، ثاني اكسيد الكربون والجرين هاوس جازز الموجودة في الغلاف الجوي. طبعا هون بحكي لنا انه في تأثير كبير للتغير المناخي على البيئات المتجمدة. مثلا هون بضرب لنا مثال انه في القطب الشمالي ارتفعت درجة الحرارة 2.2 سيليسيوس بس من عام 1961. طبعا بحكينا شو تأثير ارتفاع درجة الحرارة، هون صار في عنا التوازن الموسمي بين الثلج والجليد في المناطق المتجمدة والووتر، فيما يؤدي انه الايس يتكون في مرحلة متأخرة في السنة ويصير له ميلتينج اريا، بما معناه انه الفترة اللي بقضيها على سطح الارض مش بس تغير موعدها، تغير موعدها وصار موعد اقل. يعني مثلا خلينا نحكي انه الجليد كان بيتكون من شهر 9 لشهر 1، هسه خلينا نحكي انه صار يتكون من شهر 10 لشهر 12 وهكذا. طبعا هون هاي الرسمة بتحكي لنا انه شو الكائنات الحية اللي تأثرت للأفضل وللأسوأ بالنسبة لعملية التغير المناخي اللي أدت إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي. فهنا شو بحكي لنا بالضبط؟ إنه هون إنه الفايتوبلانكتونز اللي حكينا عنهم، قرايب شمشون، صاروا يعيشوا في القطب المتجمد ويعملوا اللوحات تبعتهم واللي بتبين كلاودي من السكايز وغيرها من الأشياء اللي بتستفيد، اللي هو البوهيد ويز، اللي هو الحوت اللي بيكون شكل راسه على شكل قوس، هذا بتغذى على هذول البلانكتونز واللي هم هذول أصلا يعني ما دام هو بتغذى عليهم هون صار منطقتهم كبيرة وصاروا بتكاثروا بشكل عام فهو مستفيد. وبرضه في عندنا فيش سبيشيز، بعض فصائل الأسماك اللي هي اسمها الكابلن، بتستفيد من having برضو بلانكتون تستيت. يعني بالأخير بنستنتج إنه مين اللي معيشنا، اللي هو البلانكتونز بيجوا باكلوه هدول الشباب ومبسوطين حياتهم. بعد هيك في عندنا اللوس اوف ايس، عم بيأثر أكيد بيأثر على الدب القطبي، لأنه هو الكائنات الحية اللي بتغذى عليها بتعيش في الجليد وهو بيستغل البيئة تبعت الجليد بإنه يصيد فيها. في عندنا الباسيفيك وولرس، اللي انا صراحة اي ثينك انه هو الفرس البحر او اي ثينك سو، يعني هو بيحتاج، يعني هو عادة بيعيش حياته في المي بس لما بده يجي يرتاح من الغوص والسباحة بيحتاج الجليد بانه يرتاح. فهسه ما دام الجليد بدوب ما عم بلاقي مكان يرتاح. والبلاك جريموتس اللي حكينا عنهم باول الشابتر، انا بحكي لك انه هم ما بيقدروا يطيروا من الاعشاش تبعتهم على الارض للفيشنج جراوندز ات ذا ايدج اوف ذا ايس which is now too far from land. يعني مثلا خلينا نحكي هم كانوا موجودين بالاسكا، الجليد كان هون موجود، فلما يطيروا من هون لهون كانت تكون الرحله مش صعبه عليهم، بس لما صار الجليد هون صارت المسافات كثير بعيده، فلما يطيروا عشان يصطادوا اكلهم من هون فحتكون مسافه كثير بعيده بالنسبه لهم. هون نيجي بنحكي عن انه water is the solvent of life.
هون ووتر از ذا سورس اوف ايس. هون رح نبلش الشابتر، هون رح نبلش الكونسبت بان نحكي عن ايش هو السولوشن، السولفنت والسلوت، اللي هم المحلول، الحال والمحلول، والحال والمادة اللي يتم إحلالها. بصراحة راح ببالي شو اللي هي، هون خلينا نحكي السولوشن اللي هو المحلول، الووتر هي الحال، والمادة اللي تم إحلالها اللي هي السلوت. طبعا هون بحكي لنا انه السولوشن هو عبارة is a liquid that is completely homogeneous mixture of two or more substances. هون بحكي لنا انه السولوشن اللي هو المحلول هو عبارة عن سائل هو متجانس بشكل كامل، وهو عبارة عن خليط بين مادتين او اكثر. وهون بحكي لنا السولفنت اللي هو السولفنت اللي هي المادة اللي بنذوب فيها الأشياء، والسلوت هي المادة اللي بتتم إذابتها. مثلا هون لو بدنا نجي نحكي عن المي والسكر، فالووتر از ذا سولفنت هي المذيب، والشوجر از ذا سلوت. واخيرا ذكرت شو الكلمه. هسا an aqueous solution is one in which the solute is dissolved in water. هون بحكي ان المحلول المائي هو لما تكون المواد الذائبه بتكون لما يكون لما تكون المواد الذائبه ذائبه في الماء، فهون بيكون الماء هو الحال، وهون بنسميه aqueous solution. وهون زي ما حكينا انه water is a very versatile solvent. هسا مثلا احنا عندنا كيف بتصير عملية الإذابة، فهون هم ضاربين لنا مثال بالكتاب اللي هو الأيونيك كومباوند اللي هو الصوديوم كلورايد ال NaCl. لما نحطه في المي at the surface of each crystal of salt، هاي خلينا نحكي انه هاي هي crystal of salt، وهدول اللي حواليها تعودنا عليهم اللي هم ال water molecules. هدول ال water molecules بيجوا بحوطوا الكريستال. طبعا هذا يعني الحكي اللي مخطط هون هو الشرح اللي احنا حنحكيه على الرسمة. بيجوا بحوطوا الكريستال تبعت ال NaCl. لما يحوطوا الكريستال تبعت ال NaCl بيعملوا حواليه خلينا نحكي زي شيل، زي غطاء، اللي هو احنا بنسميه الهايدريشن شيل، اللي هو عبارة عن جزيئات المي اللي بتحوط كل كريستالة من الاشي اللي احنا بدنا نذوبه. فهون بيجوا بتيجي بترتبط حواليها هاي الكريستالات، تعمل هيدروجين بوندينج مع ال Na، وبتعمل هيدروجين بوندينج مع السي ال. هسا هون اطلعوا احنا هون بالبارتشل نيجاتيف اريا، وانتم بتعرفوا ال NaCl ال Na موجب والسي ال ماينس، فهون ما دام البارتشل نيجاتيف فاجت هون وارتبطت بالشيء الموجب اللي بال NaCl اللي هو ايش؟ ال Na. وهون البارتشل بوزيتيف اللي هي على الهيدروجين ارتبطت مع الماينس اللي هو هون بيكون السي ال، فهون هي بتعمل معها هيدروجين بوندينج وبتسحبه. عشان ايش؟ عشان خلينا نحكي انها بتذيبه في المركب لحد ما هاي الكريستال تصير ذايبه بشكل كامل، بطل في عندنا كريستال، يصير في عندنا ايونات متبعثره جوا المحلول. زي ما بتعرفوا انه ال NaCl يتأين كليا في الماء. هي هون بحكي لنا the result is a solution of two solutes. بمعنى هون بصير عندنا مادتين ذائبتين اللي هم الصوديوم كاتيونز. الصوديوم كاتيونز اللي هي خلينا نحكي الايونات الموجبه، والكلوراد انيونز اللي هي الايونات السالبه. انيونز بتعبر عن الايونات السالبه، والكاتيونز بتعبر عن الايونات الموجبه بالانجليزي. هون بقولنا هوموجينيسلي ميكسد وذ ووتر. هوموجينيس معناها متجانس، هيتيروجينيس على النقيض الثاني غير متجانس. هون طبعا بطلب من أمثلة ثانية اللي هي مثلا عندنا السي ووتر اللي هو بتبخر، اللي هو عفوا بذوب في المي. وهنا هو بوضح انه طلعوا كيف مثلا هون بيعملوا هيدروجين بوندينج جزيئات المي حوالين ال Na وبيسحبوها بعيد عن المركب، وكذلك الامر للسي ال ماينس. هون برضه بضرب مثال ثاني اللي هو الشجر. هون بحكي لنا انه هسه الشجر مش عبارة عن خلينا نحكي انه ايونيك، لا بالعكس هو بولر
فهون البولر يعني هو بالأخير المي بتفكك الأشياء الأيونيك وبتفكك الأشياء البولر، أما ما عندها القدرة إنها تفكك الأشياء اللي هي النان بولر. تحت حتتوضح الفكرة لما نوصل عند هاي الفكرة. مش إحنا بنعرف إنه مثلا الزيت ما بذوب في المي لأنه هو عبارة عن نان بولر موليكيول. أما مثلا خلينا نحكي الـ NaCl فهو أيونيك، الشجر اللي هو مثلا السكروز السليلوز إن شاء الله حنتعرف عنهم بالمحاضرة اللي بعد هاي، هذول بذوبوا في المي. هو فشرط الذوبان يا إما إنك تكون أيونيك يا إما إنك تكون بولر، بما معناه إنه محتاج إحنا إنه يكون في عملية شحن. ليش؟ لأنه هي تطلع هون البوزيتيف بيرتبط بالنيجاتيف حتى لو إنه بارتشل، بس في ارتباط حتى لو إنه ضعيف بس في ارتباط، وهون النيجاتيف بيرتبط بالبوزيتيف. هون طبعا لنوضح مصطلحين كثير مهم وحيمروا معكم في اغلب المواد اللي حتاخدوها، اللي هم الهايدروفيليك والهايدروفوبيك سبستنسز. هايدروفيليك that has an affinity for materials that has affinity for water is said to be hydrophilic from the Greek hydro. باليوناني كلمة hydro معناها water مي، وphilos معناها loving محب. هسا هون في بيحكي لنا انه في بعض الحالات الشاذة اللي هي بتحكي لنا انه في مواد بتكون هيدروفيلك بس ما بتتأين او بتتفكك في المي، مثلا زي هاي الاشياء البروتينات، بعض المركبات اللي بتكون موجودة داخل خلايا جسم الانسان بيكون في، خلينا نحكي لو حطيناها جوا المي لانه حجمها كبير فما بتتفكك، بتضل الكريستال تبعتها متماسكة. برضو من الامثلة الثانية اللي هي القطن. القطن محب جدا للمي، واكبر دليل على هذا الحكي انه مثلا بعد ما واحد يسبح او ياخذ شاور فالمنشفة بتسحب المي عنه وعندها قدرة على امتصاص المي وانها تسحب هاي المي عن جسم الانسان. وبرضه يعني هي طلع هون بحكي لنا انه القطن contains a giant molecules of cellulose. برضه السليلوز بيكون موجود في، متذكرين الووتر كونتاكتنج سيلز اللي موجوده في النباتات برضه بيكون فيها سليلوز. ليش؟ لانه عنده هاي افينيتي فور ووتر، عنده حب كبير للمي بسحبها لعنده. برضه هون بحكي لنا انه في عندنا السليلوز عنده قدره عاليه. ليش؟ لانه عنده كميات كبيرة من المناطق اللي هي partial positive وال partial negative areas. فهاي ال partial positive وال partial negative areas عندها قدرة كبيرة على انها تعمل hydrogen bonds مع المي. هاي برضو المثال اللي احنا حكينا عنه اللي هو منشفة القطن. طبعا هون بحكي لنا انه في عندنا مواد ما عندها حب للمي، ما عندها رغبة بانها تنجذب او تدوب في المي، فهاي المواد احنا وعادة تبتعد عن المي، يعني مثلا زي الزيت، وهاي المواد احنا بنسميها هايدروفوبيك سبستنسز. فاحنا زي ما حكينا هايدرو معناها ووتر بالجريك، فوبيك معناها فيرينج. زي مثلا لما تحكي انا مثلا عندي فوبيا من الارتفاعات، فهاي الفوبيا عبارة عن كلمة فيرينج. هاي المركبات اللي زي الزيت مثلا عندها خوف من المي فهي هايدروفوبيك. فمثلا هون هو ضرب لنا مثال انه الزيت، زيت الخضار ما بذوب او بيرتبط او بيعمل خليط مع الفينيجر، الفينيجر اللي هو الخل. هون طبعا عندنا behavior of all molecules result from the prevalence of relatively non-polar covalent molecules. هون بحكي لنا شو سبب هذا السلوك من الزيت بانه ما بتفاعل او بيقبل انه يتفاعل مع الاشياء المائيه. هذا بيرجع، مش احنا حكينا قبل شوي انه نون بولر كوفرنت بوندز، لما تكون نون بولر فهي ما بتتفاعل مع، اما لما تكون بولر ولما تكون ايونيك فهي بتتفاعل مع المي. هسا in this case bonds between carbon and hydrogen which share electrons almost equally. هون هو بيوصف لنا انه بالنون بولر كوفلنت بوند عكس البولر كوفلنت بوند، لما الروابط بين بين الذرات والجزيئات هون بتكون عبارة عن
مشاركة للإلكترونات بشكل متساوي، مش زي الووتر بيكون أقرب للأكسجين مثلا. وطبعا إحنا هنا بحكي لنا مثال مهم اللي هو إنه الهيدروفوبيك مولكيولز، الأشياء الهيدروفوبيك related to oils are most major ingredients of cell membranes. هاي الأشياء اللي ما بتتحلل في المي هي مكونات السيل ميمبرين تبع الخلايا. طبعا هذا ليش مهم إنها تكون هيدروفوبيك؟ لأنه الخلايا تبع جسم الإنسان، جسم الإنسان بتكون من 70% من المي، يعني أغلب المركبات فيه بيكون مي. فإذا هاي المي دخلت على الخلايا حتمنعها من إنها تؤدي وظائفها بشكل تام وكافي ووافي. مبدئيا إحنا ضللنا هذا يعني هاي الصفحة تقريبا من الشابتر، والاساينمنت اللي هي موجودة عليكم بآخر الشابتر إن شاء الله حنشرحهم بالفيديو اللي بعد هذا، وهو حيكون فيديو كثير قصير. thank you very much for listening. إن شاء الله إنه تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. و any questions at all عن هاي المحاضرة أو اللي قبلها they are welcome for sure. و thank you very much. See you.